فادي الخليفات أحد القائمين على مهرجان أفلامي الأول، حيث يعمل على كتابة النصوص والقصص، ويعمل أيضاً على تدريب الشباب في مجال صناعة الأفلام بكل حرفية ومهارة. كانت البداية أنه كنت أنا بكتب قصص قصيرة، فإجا زياد الخليفات أو صديقي ومهتم في مجال صناعة الأفلام، فقال لي أنه أنت بتكتب قصص قصيرة، شو رأيك أنه نعمل فيلم مع بعض؟ فكتبت الفكرة الأولى، ومن هنا بلشت البداية. شوي شوي صرت أتعمق بالموضوع أكثر، وصار عندي شغف بالمجال صناعة الأفلام. واجه فادي وفريق أفلامي العديد من التحديات، ولعل أبرزها نظرة المجتمع لمجال عمله والموارد المحدودة وقلة الدعم المادي لهذا المجال. أكثر العقبات اللي كانت تواجهنا في بدايتنا أنه صعوبة تقبل المجتمع القروي لهذا الإشي، أنه شخص يصور أفلام أو حتى مش أنه قابلوها بالرفض، قابلوها بالسخرية. برضو كمان من التحديات كانت اللي هي صعوبة إيجاد الموارد أو المعدات اللي ممكن أنها تساعدنا. كانت الكاميرا اللي معنا في البداية ضعيفة كثير، وكان برضو ما كان في أي جهة تعرف مين إحنا حتى تقدر إنها تعطينا معدات أو تعطينا دعم مادي. وبرضو كان إنه كثير إحنا كشباب كانت تنقصنا شوية خبرة في البداية، لأنه كان الموضوع إنه ما كنا إحنا دارسين دراسة، أو كان مجرد إنه شو بنتعلم من اليوتيوب أو شو بناخد دورة أو إشي زي هيك بنستفيد منها وبناء عليها بنشتغل. المشاركة والفوز بالعديد من المهرجانات على المستوى الوطن العربي، تلك هي إنجازات فريق أفلامي. بداية في عام 2013 كانت أول مشاركة لنا، في نهاية 2013 بداية 2014 كانت مشاركتنا في جائزة الأميرة بسمة للعمل التنموي. هي كل سنة بتكون في إلها مجال معين، كانت هذيك السنة في مجال صناعة الأفلام تعمل فيلم تنموي قصير. شاركنا في هذيك السنة الحمد لله توفقنا، جبنا المركز الأول فيها. بعد هيك بلشنا أو في أثناء هيك بلشنا أنه ندرب الشباب على مجال صناعة الأفلام، فالحمد لله لغاية الآن دربنا أكثر من 800 شاب وشابة على أساسيات صناعة الأفلام، بالإضافة لمشروع مهرجان أفلامي اللي قمنا فيه السنة اللي فاتت، اللي هو كان فكرته تدريب 4 محافظات في المملكة، تدريب 4 مجموعات في 4 محافظات. بعد هيك بتبدأ وضعهم بالمهرجان وعرض الأفلام تبعتهم في المهرجان، يشارك فيها ناس من خارج المهرجان للمنافسة على الجائزة. يطمح فادي إلى إكمال دراسته بمجال الإعلام والنهوض بمشروع أفلامي إلى شركة إنتاج ضخمة على المستويين المحلي والإقليمي.